يقول السائل: تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل هل هو عام للجميع وجماعات المساجد أو هو خاص بمن يصليها منفردا؟ لا، هو اللي يصلي بالناس يرفق بهم ولا يتأخر عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تأخير العشاء، لكن إذا رآهم اجتمعوا عجل عليه الصلاة والسلام، صلى بهم في أول وقتها إرفاقا بهم. الإمام يراعي الجماعة. نعم. أما إذا صلى وحده أو مع جماعة يؤثرون التأخير فلا بأس أن يؤخر إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. نعم.